أعلن بالرباط عن المتوجين بالنسخة الأولى من جائزة ريدا للابتكار في حفل أقيم بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس. هذه المبادرة تدخل ضمن المهام المواطنة لريدال التي تعكس الممارسات الفضلى لمجموعة فيوليا، كما أن هذا الحدث نظم وفق برنامج طموح وجد غني يتضمن مراحل مختلفة إن على مستوى المنصة الرقمية أو على المستوى الميداني، حيث قام الطلبة بزيارات لمختلف مواقع وأعمال ريدال. الخطوة الموالية تتمثل في تشجيع احتضان حاملي الأفكار وتشجيع تسجيل براءات الاختراع لبعض الأفكار المبتكرة وخلق قنوات اتصال بين حامل المشاريع والمانحين المؤسساتيين من أجل تمكينهم من الاستفادة من مختلف برامج التشجيع على إنشاء المقاولة. وشاركت عدة مجموعات طلابية في هذا البرنامج الذي أطلقته شركة ريدال وجامعة محمد الخامس والجمعية المغربية للشطار الصغار، ويهدف إلى التشجيع على الابتكار والبحث وبث روح المقاولة لدى الطلبة. وعادت الجائزة الأولى للفريق المكون من طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن عن مشروعها الحامل لعنوان ديجيتك. هذه التجربة كانت ثرية للغاية وسمحت للمشاركين بتكوين فكرة عما يحدث في عالم الأعمال من حيث الابتكار والمنافسة والعمل الجماعي. وعادت الجائزة الثانية لفريق مختلط يضم طلبة من المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم والمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا عن مشروع ليكستور، بينما كانت الجائزة الثالثة من نصيب مشروع ريدال كير قاده فريق من المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، فيما حظي مشروع ياناينوف بتنويه من لجنة التحكيم.